طقس العرب في السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: استمرار لزخات الأمطار على المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، انخفاض على درجات الحرارة في عموم المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض اعتبارا من منتصف الأسبوع، لتصبح على حرارات حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ نشرتنا كالعادة بصور أقمار صناعية ملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، وتوضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية في جنوب الجزيرة العربية وجنوب المملكة وأيضا جنوب غرب المملكة، هي ناتجة عن تدفق الكميات من الرطوبة في طبقات الجو العالية قادمة من منطقة بحر العرب. ننتقل الآن وإياكم إلى أخرى توزيع الأمطار من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. يلاحظ استمرار لبعض التشكلات الرعدية اليومية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، تحديدا مرتفعات جازان وعسير. تعمل هذه الغيوم الركامية الرعدية على هطول زخات رعدية من الأمطار تترافق مع تساقط لحبات البراد في مناطق محدودة. ننتقل الآن إلى أخرى توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء، ولتوضح سيطرة لأجواء شديدة الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية يوم الأحد بإذن الله. تستمر هذه الأجواء يوم الاثنين، لكن اعتبارا من يوم الثلاثاء تنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى بما فيها العاصمة الرياض، لتعود لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في بداية الأربعينيات في المنطقة الوسطى، تلامس منتصف الأربعينيات في بعض المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية، بينما تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في باقي المناطق. طقس صيفي اعتيادي يسود في تلك المناطق. نذهب الآن إلى العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة بإذن الله، حيث تتفرق بعض الغيوم العالية مع 32 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين طقس حار 45 درجة مئوية متوقعة، أما الصغرى 30. يوم الثلاثاء تنخفض، طقس صافي 42 درجة مئوية، أما الصغرى 29. ويوم الأربعاء 42 درجة مئوية، أما الصغرى 28. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.